التحليلية من الميادين. روسيا تعترض قاذفتين أمريكيتين قرب حدودها بالتزامن مع قمة تشي بوتين. ما أبعاد الحادثة؟ بعد مسيرة في البحر الأسود جنوبا، قاذفتان أمريكيتان شمالا من البلطيق. هل تبحث واشنطن عن التصعيد والاشتباك المباشر مع موسكو؟ 5 سنوات على احتلال مدينة عفرين، هل نجحت تركيا في التغيير الديموغرافي شمال سوريا؟ هل سيتغير واقع المنطقة في ظل المتغيرات السياسية ومساعي التقارب بين تركيا وسوريا؟ في عيدهن أمهات فلسطين بين الانتظار والأمل بحرية الأبناء أو العيش مع الذكريات. في عيد الأم ورغم جراح الأسى والفقدان وألامهما، الأم الفلسطينية تجسد لوحة صمود وصبر. في وثيقة اليوم، انهيار كريدت سويس يمحو مليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية. كيف تبخرت استثمارات سعودية وقطرية في البنك السويسري وفق وول ستريت جورنال؟ وفي قضية اليوم، حكومة الرئيس الفرنسي تنجو من سحب الثقة في الجمعية الوطنية، هل تسقط في الشارع؟ التطورات في فرنسا تضع النظام والمعارضة في طريق مسدود، فهل يواصل ماكرون سياسة المواجهة أم يقرر تغييرا حكوميا يهدئ الأوضاع؟ طائرات حربية أمريكية تقترب من حدود روسيا، والقرم تتعرض لهجوم بالتزامن مع قمة روسية صينية في موسكو، فما هي رسالة الأطلسي وإلى أي حد تسبب العلاقة الصينية الروسية قلقا في معسكر الغرب؟ بتوتر وتوجس يتفاعل الغرب الأطلسي مع تنامي العلاقة الصينية الروسية التي تشهد تطورا نوعيا واستراتيجيا مع توقيع رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ مزيدا من الاتفاقات ووثائق التعاون. فعلى مسافة قريبة من الأجواء الروسية حلقت مقاتلات أمريكية فوق بحر البلطيق بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، التي قالت إن قاذفتين كانتا تحلقان باتجاه حدودها، وهما قاذفتان من طراز B-52H، ولم تتردد القوات الجوية الروسية في اعتراضها، وذلك بطائرات سوخوي 35 وإجبارها على تغيير مسارها ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية. وبالتوازي تتعرض شبه جزيرة القرم لهجوم جوي غداة زيارة الرئيس بوتين لها عبر جسر القرم في الذكرى 9 لاستعادتها. وبحسب السلطات الروسية فإن هجوما بطائرات مسيرة استهدف منطقة جانكوي المدنية شمال القرم، رغم عدم وجود منشآت عسكرية في هذه المنطقة كما تؤكد السلطات الروسية. تحرك أمني وعسكري يترافق مع خطاب أمريكي ثبت حالة الحرب مع روسيا، عبرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك المجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في دعوة للصين إلى إقناع روسيا بالإذعان لمطالب أوكرانيا وداعميها من خلال الانسحاب فورا من الأراضي الأوكرانية، وإلا فلا سلام ولا مفاوضات. قلقون من أن الصين ستكرر بدلا من ذلك دعواتها إلى وقف إطلاق النار الذي يترك القوات الروسية داخل الأراضي السيادية لأوكرانيا، وأي وقف لإطلاق النار لا يتصدى لإخراج القوات الروسية من أوكرانيا سيصدق فعليا على الغزوات الروسية غير القانونية. يريد الأطلسي فرض شروط يعرف أنها خط أحمر روسي، وكأنه بذلك يواصل التصعيد ويستمر في عرقلة الطريق إلى السلام. نبدأ من موسكو مع محلل الميادين للشؤون السياسية ناصر أبو نصار. بعد حادثة مسيرة البحر الأسود والقاذفتين الأمريكيتين، عن ماذا تبحث واشنطن؟ مساء الخير محمد، المشاهدين والزملاء.
من الواضح أن واشنطن في ظل التصعيد المتنامي في المعركة والمواجهة الروسية الأطلسية تريد التذكير بقوتها العسكرية. هذا باتجاه يعكس أيضا محاولة استكشاف حدود التصعيد التي تستطيع الوصول له دون الاشتباك مباشرة مع روسيا، كما يعنيه هذا بالطبع من فناء متبادل بين أكبر قوتين نوويتين. ولكن أستطيع أن أقول بصراحة بأن هذه أشد موجة تصعيد يشهدها الصراع الروسي الأطلسي بين المحورين، المحور الروسي الصيني والمحور الغربي أو الغرب الجماعي. أولا، الغرب من الداخل يشهد حالة من التفكك، هناك اضطرابات شديدة بالمعنى الاقتصادي. كلنا شهدنا قبل أيام انهيار البنوك في مركز الغرب الجماعي واشنطن، والذي انتقل بعد ذلك إلى الأطراف في كريدي سويس. هذا بالمعنى الاقتصادي. بالمعنى السياسي، هناك أزمة عاصفة في النظام السياسي الأمريكي ما بين أنصار ترامب وما بين أنصار بايدن. في فرنسا ماكرون كان يمكن الإطاحة به من قبل الجمعية العمومية، والآن الحكم هو الشارع. كل هذا أيضا يؤشر إلى أن الاستقرار السياسي في الغرب الجماعي مختل. هذين السببين الرئيسيين يدفعان باتجاه التصعيد. مطالبة كييف بعد إرسال مليارات الدولارات والأسلحة الغربية بإنجاز نصر ما، بتحقيق نصر، لأن التقدم الروسي مستمر. هذا يعني بأن خطة الغرب أفغنت أوكرانيا وتحويلها مستنقع روسي قد انقلبت، انقلب السحر على الساحر. هنا اسمح لي ناصر أن ننتقل لرضا الباشا لحلب مع مراسل الميادين ونسأل، هذا التوتر الأمريكي الروسي كيف يمكن أن ينعكس على الأرض السورية بوجود هاتين القوتين، بعيدا أنه وجود القوات الروسية بدعوة من الحكومة ووجود القوات الأمريكية كقوات محتلة؟ هذا الأمر طبعا بدأ واضحا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضغط على القواعد العسكرية الروسية في شرق الفرات. هذا من جانب. من جانب آخر، التقرير يوم البارحة من الاستخبارات الخارجية الروسية الذي تحدث عن مساعي أمريكية من أجل ضرب القوات الروسية المتواجدة في سوريا أو اختطاف ضباط سوريا روس أو حتى إيرانيين، العمل على إعادة تنشيط داعش. كل هذه الحيثيات وكل هذه الأمور تشير بشكل أو بآخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتحرش كما يقال، أو تريد أن توجد حالة من التوتر مع القوات الروسية المتواجدة على الأرض السورية. طبعا هذه الظاهرة بدت جلية خلال العام الماضي بعد الحرب الأوكرانية. بدت المساعي الأمريكية أكثر وضوحا في منطقة شرق الفرات للتضييق على الوجود الروسي، سواء من خلال إعادة هيكلة قسد بشكل أو بآخر، من خلال إعادة تجنيد داعش للعمل في البادية من أجل ضرب القواعد أو النقاط العسكرية الروسية المتواجدة في هذه المنطقة، أو حتى من خلال التقارير التي تحدثت عن محاولات لاختطاف وتغييب ضباط روس أو حتى ضباط إيرانيين في سوريا. ناصر أبو نصار، إرسال القاذفتين الأمريكيتين هل يعتبر تحدي استعراضا للقوة بالتزامن مع القمة الروسية الصينية في موسكو؟ محمد، وضع الغرب الجماعي يعني وعلى رأس واشنطن الصعب يدفعها باتجاه آخر شروط قوتها وهي القوة العسكرية، سواء عبر استعراض شكلي للتغطية على الهزائم السياسية والاقتصادية التي يتلقاها الغرب على يد روسيا والصين، أو لتأكيد وجوده في المشهد الدولي كقوة عظمى. أريد أن أتحدث بالأرقام محمد. اقتصاديا، تضاعف التبادل التجاري الروسي الصيني إلى 200 مليار خلال عام الحرب 2022-23، علما أن هذه الخطة كانت موضوعة للعام 2024-2025. تم تدشين خط قوة سيبيريا الذي وصفه بوتين بصفقة القرن للتعبير عن التبادل الاستراتيجي والخيار الاستراتيجي الروسي الصيني، بإمكانية روسيا على تأمين الموارد للصين وإمكانية الصين لتأهيل الصناعة الروسية من جديد ورفضها بالتقنيات التي تحتاجها. ثالثا، قيادة الصين وروسيا للتشكيلات الاقتصادية البديلة. نحن نتحدث عن مجموعة شنغهاي، مجموعة بريكس التي أخذت تتطور وتزاحم مجموعة السبع الكبرى. نعم. التي أصبحت بشكل أو بآخر تحتل أكثر من 30% من الناتج الإجمالي العالمي بأكثر من 28 تريليون دولار مساهمة إجمالية. رابعا، وتعبيرا عن هذه الهزيمة، 10 اتفاقيات ستوقع اليوم ما بين الصين وما بين روسيا، ما يعمق التحالف الاستراتيجي على حساب ما يقلق واشنطن، انسحاب الصين من سوقها وتقليص استثماراتها. فقط في بند واحد، سندات الخزينة الأمريكية، سحبت الصين
بأكثر من 189 مليار دولار من استثماراتها في الداخل الأمريكي خلال السنة الأخيرة. 5 سنوات مرت على احتلال الفصائل المسلحة المدعومة من الجيش التركي لعفرين، المدينة التي تشهد حتى اليوم واحدا من أكبر مساعي التغيير الديموغرافي في الشمال السوري، تنفيذا لأجندات سياسية تركية في المنطقة. وين الدول الأوروبية؟ وين الأمم المتحدة؟ وين منظمات حقوق الإنسان؟ شكلت هذه المشاهد واحدة من أقصى صور النزوح الداخلي في الحرب السورية. عفرين مطلع 2018. 5 سنوات مرت لم تكن كافية لينسى أحمد لحظات خوف حفرت عميقا في ذاكرته، وإلى اليوم يخشى الحديث إلى الكاميرا خوفا من أذية سيتعرض لها والداه المتمسكان بأرضهما هناك. نحن بالقصف طلعنا، يعني قصف وطيران ومدافع، يعني صارت مجزرة بعفرين، و يعني وضع لا يحتمل، يعني قذائف ما عم يوقفوا يعني ولا دقيقة. فنحن حاولنا نخلص أرواحنا. اتسمت السنوات الخمس لاحتلال أنقرة وفصائل غصن الزيتون مدينة عفرين بسياسة التتريك والتغيير الديموغرافي. سجلت المنطقة تغييبا قسريا لنحو 5000 مواطن كردي، ما ضمن لمسلحي غصن الزيتون استمرارا لحركة نزوح سكان المدينة من الكرد السوريين. منطقة عفرين إلى هذا التاريخ يتم الاستيلاء على مناطق، على أراضي سكانها الأصليين من قبل هذه المجموعات المسلحة الإرهابية بدعم من الدول التي تدعم الإرهاب من ناحية إقامة مستوطنات في هذه المنطقة. تهجير أهالي عفرين رافقه نشاط ل25 جمعية خيرية ومنظمة تعود في معظمها إلى دول خليجية ذات طابع إخواني، أسهمت في بناء أكثر من 20 قرية سكنية في خطوة صبت لصالح تغيير ديموغرافي شامل في المنطقة. 5 سنوات وما تزال قضية عفرين شمال غرب سوريا تشكل جرحا نازفا يستذكره أهالي المنطقة والمهجرون منها قسرا. سياسة تتريك وتغيير ديموغرافي عاملان تسعى من خلالهما أنقرة فرض واقع ينسجم مع سياساتها شمال سوريا. رضا الباشا، حلب، الميادين. لنسأل أحمد غانم مراسل الميادين في غزة. طبعا إسرائيل لم تقصر بملف التغيير الديموغرافي، ترحل وتهجر وتلعب بشكل المناطق كثيرا، لكن واحد من أبرز الانتهاكات الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو احتجاز الجثامين للفلسطينيين. أحمد غانم، كيف تفاقم إسرائيل من معاناة الفلسطينيين من خلال هذه الورقة؟ بكل تأكيد دعني أشير فقط إلى أن إسرائيل تحتجز حتى هذه اللحظة 364 جثماناً شهداء من قطاع غزة والضفة الغربية، عدد 54 شهيدا من قطاع غزة. إسرائيل تستخدم هذا الملف كورقة مساومة أولا للضغط على المقاومة الفلسطينية في حال تم إنجاز صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وثانيا تستخدمه أيضا في محاولة للضغط على الشارع الفلسطيني لوقف نضاله ضد الاحتلال ووقف أي حالة نضالية فردية أو جماعية يمكن أن تتوجه تجاه الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد أن فشل كثيرا ومساعي إسرائيل فشلت كثيرا في ردع الفلسطينيين. هذا الملف ثبت بالدليل القاطع فشله، لأنه كلما قتلت إسرائيل من الفلسطينيين كلما زادت بسالتهم وكلما زادوا إصرارا على مواصلة نضالهم ضد الاحتلال. إذن هذا الملف له هدفين، الأول كورقة مساومة والثاني في محاولة لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي تمثل عمود الأساس في دعم المقاومة الفلسطينية في أي مواجهة. لذلك إسرائيل أيضا كما ذكرت من الجانب الديموغرافي تحاول أن تقتل أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين ظنا أن معركة الديموغرافيا يمكن أن تكون في صالحها، وهذا ثبت فشله بالدليل القاطع، بالدليل الأرقام التي تصدرها الأرقام الرسمية. على سبيل المثال الشهر الماضي فقط سجلت وزارة الداخلية في غزة ما يزيد على 3500 مولود فقط في شهر واحد، وأعداد السكان في قطاع غزة وربما أيضا في الضفة الغربية في تزايد مستمر. لذلك كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل الفلسطينيين عبر الجدران وعبر
اسمح لي أحمد بالعودة لرضا الباشا، وأيضا رضا إن كنت استمعت للسؤال نضيف عليه أيضا مساعة التقارب بين دمشق وأنقرة وكيف سيؤثر ذلك على هذا الملف وقضية التتريك. محمد، بطبيعة الحال تجلى مشهد الاضطهاد للكرد السوريين في منطقة عفرين وكامل منطقة غصن الزيتون مساء يوم البارحة، هي أول محاولة للاحتفال بعيد النوروز منذ احتلال تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها لمنطقة عفرين. نتج عنه بطبيعة الحال ردة فعل أدت إلى مقتل أو استشهاد 4 مدنيين من أهالي بلدة جنديرس. هذا الأمر أدى إلى توتر، أدى إلى مظاهرات، أدى إلى خروج أهالي منطقة جنديرس بمظاهرات طالبوا فيها بخروج الفصائل المسلحة وإنهاء حالة الاضطهاد في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن آلاف المغيبين. في عندما يتحدث الزميل أحمد غانم بتغييب جثامين الشهداء، نحن نتحدث عن تغييب أناس على قيد الحياة، منهم من فقد وإلى الآن ليس له أي أثر، لا معلومات عن أين يوجد. يوجد أيضا عمليات ابتزاز وإجبار الأهالي على بيع ممتلكاتهم لمسلحين أو لعواء المسلحين أو حتى لجمعيات خيرية سواء كانت سورية أو غير سورية من أجل توطين نازحين من مناطق أخرى وأشخاص من مناطق أخرى في هذه المناطق. هذا المشهد لم يؤثر عليه بطبيعة الحال التقارب السوري التركي، لأن تركيا تنظر إلى هذه المنطقة بأنها واحدة من البؤر التي ستشكل تهديدا أو تراها بأنها تشكل تهديدا لتركيا وللأمن القومي التركي كما تقول تركيا، وتجملها بطبيعة الحال مع كامل الشريط الحدودي. لذلك هذا الأمر لم يؤثر، مساعي التقارب السوري التركي لم تؤثر عليه عمليات الاضطهاد التي يتعرض لها أهالي منطقة عفرين على مدار السنوات الخمسة الماضية، وهي والمسؤول عنها بطبيعة الحال فصائل ذات أصول تركمانية تعتبر الذراع التركي الأساسية، تعتبر الفصائل الأمنية التي شكلت الذراع التركية والخزان البشري التركي من المسلحين السوريين الذين استخدموا في أذربيجان والذين استخدموا أيضا في ليبيا، ويعتبرون اليوم ذراع تركيا من أجل التغيير الديمغرافي الكامل في منطقة عفرين. للأسف كما أشرت المشهد ما يزال يتكرر بشكل مستمر. الآن إلى فقرة وثيقة اليوم. وثيقة اليوم تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تشير فيه إلى أن دول الخليج هي أحد أكبر الخاسرين من تراجع الأسهم المالية، وتؤكد أن انهيار بنك كريديت سويس أدى إلى محو مليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية. الصحيفة أكدت أن الاستثمارات السعودية في بنك كريديت سويس تكاد تكون قد تبخرت بالكامل بعد استحواذ مجموعة يو بي اس على المصرف السويسري، وقالت أن الاستثمارات السعودية في بنك كريديت سويس البالغة قيمتها 1,500,000,000 دولار جاءت في طفرة أسعار النفط العام الماضي عبر البنك الأهلي السعودي المدعوم من الحكومة، وذلك بتوجيه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وبحسب التقرير فأن انهيار بنك كريديت سويس أدى أيضا إلى محو استثمارات بمليارات الدولارات قام بها الصندوق السيادي القطري وعائلة العليان السعودية. ما بين الانتظار والأمل بحرية ولدها الأسير أو العيش على الذكريات، حل عيد الأم هذا العام على أمهات الفلسطينيين، عيد تجسد فيه الأمهات أسمى معاني التضحية. بخطى متثاقلة تقطع أم رائد طريقها إلى مقر الصليب الأحمر لتأخذ مكانها المعتاد بين أمهات الأسرى، متضامنة مع نجلها رائد الذي يقضي حكما بالسجن 20 عاما في سجون الاحتلال. وفي عيد الأم يغيب رائد كعادته قصرا، ومعه تغيب فرحة أمه التي تقول إن العيد الحقيقي هو يوم حرية نجلها. أصعب يوم عيد الأم، أي مناسبة حلوة صعبة علي لما بكون رائد مش فيها. يعني كان يطلع من عندي يوم في رمضان يجيب لي أغراض رمضان، لما بقى في العيد يطلع على صلاة العيد ويجي يبوس إيدي وراسي ويعيد علي، بتفقده في كل لحظة في كل ثانية. ورغم ملامح الأسى البادية على وجوه أمهات الأسرى في عيد الأم، إلا أنهن يتعلقن بالأمل بحرية أبنائهن. وجع أمهات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يشبه إلى حد ما الوجع الذي يكتنف أمهات الشهداء في عيد الأم.
والدة الشهيد محمود الزهار، ورغم مرور سنوات على استشهاد نجلها في قصف الاحتلال يبقى حاضرا في كل تفاصيل حياتها، ولا تزال ذكرياته أنيسها الوحيدة في عيد الأم الذي لا يخلو من أمنيات ولو بعناق صغير. كان يخش لآخر يوم عيد الأم بوردة، أشوف هذه الوردة كأنه يمكن مقدم لك قصر، والله مشتقاله. بس أنا أتمنى لو يوم واحد يعود، بس إني أشوفه أحضن محمود، لو يوم واحد أدفع عمري والله بس أشوف محمود وأحضنه. وما بين أم أسير وأم شهيد يحل عيد الأم فيما يغيب الأبناء قصرا بفعل الاحتلال. أحمد غانم، غزة، الميادين. أحمد غانم، كيف تعيش أمهات الشهداء، أمهات الأسرى، زوجات الأسرى وزوجات الشهداء في فلسطين المحتلة في ظل هكذا أجواء، خصوصا مع هذه المضايقات للأسرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبهذه المناسبة؟ نعم محمد، أعتقد بأنه في الوضع الطبيعي يعشنا هذه الأمهات حالة من القلق، حالة من الحزن على فراق يعني أولادهن في السجون الإسرائيلية، وكذلك أيضا أمهات الشهداء التي فقدنا أبنائهن سواء في عمليات القتل الإسرائيلية أو حتى في حالات المقاومة والنضال، لأنه بكل تأكيد لا يمكن أن نفصل حالة الفخر التي يعني تنتاب الأمهات الفلسطينيات وحالة التحرير والتشجيع لأبنائهن لمقاومة الاحتلال عن حالة الحزن التي تمر بها الأم على فقدان أبنائها. لكن هذا الحزن بكل تأكيد في هذه المناسبات، كما دخلنا منازل كثيرة والتقينا بأمهات الشهداء والأسرى، أعتقد أنه مع استحضار الذكريات دائما أعتقد بأنه حالة الحزن تكون مسيطرة. لكن صدقني محمد، في أمام هذه الحالة أو هذا التوصيف من الحزن والأسى، هناك أيضا حالة صمود ولوحة صبر تسطرها هذه الأمهات. ولعلنا فقدنا منذ بداية هذا العام 89 شهيدا، بينهم شهيدة واحدة في الضفة الغربية والداخل المحتل حتى هذه اللحظة. تابعنا هؤلاء الأمهات أو معظم هؤلاء الأمهات، خرجنا لتشييع أبنائهن، حملنا نعوش أبنائهن، وقمنا بتشكيل حالة نضالية فريدة في زيارة أمهات الشهداء الأخريات ومواساتهن، تؤكد فشل كل محاولات إسرائيل منع تصاعد هذه المقاومة رغم حالة الحزن والأسى التي تكتنف أمهات الشهداء والأسرى وما يتعرضن له من الحرمان والفقدان. لأن الفلسطينيين يتمتعون بحالة نضالية فريدة تؤكد أنه لا يمكن أن يكسر الشعب الفلسطيني ولا حتى. طيب ناصر أبو نصار، الاحتلال يعمد إلى تصوير الأم الفلسطينية بدرجة أقل من باقي الأمهات، هو عموماً الفلسطيني بدرجة أقل من الإسرائيلي، لكن فيما يخص موضوع الأم إلى ماذا يهدف من هذه السياسة؟ أولا محمد، عبر الميادين، تحية لوالدة الشهيد باسل الأعرج، عمر أبو ليلى، أحمد جرار، إبراهيم النابلسي، والدة الأسير أحمد مناصرة، والأسيرة إسراء جعابيس. العقل الاستعماري محمد الغربي بكل تجاربه ماثل في دولة الاحتلال الصهيوني التي تستهدف كل المكونات الاجتماعية التي تعبر عن وجودنا بالتفكيك، مؤسسات، أحزاب، مسارح، نقابات، أسرة، عائلة، أم، كل هذه البنى الاجتماعية، الروابط العاطفية التي بنيناها عبر آلاف السنين كشعب أصلاني في أرضنا تستهدف دولة الاحتلال بالتفكيك، ومنها علاقتنا بأمهاتنا. أما عن محاولة ابتزاز الفلسطينيات في أمومتهن بعمارات من مثل أنهن يرسلن أبنائهن إلى الموت والشهادة، طبعا هذه المحاولات تسعى إلى نقل عبء السؤال الأخلاقي من الجلاد إلى الضحية، بحيث يصبح السؤال بصيغة لماذا تدعين ابنك يذهب للمقاومة وأنت تعلمين بأنه سيموت، كأن الاحتلال هو الطبيعي والمقاومة هي الفعل غير الطبيعي، وأن المشكلة في الأم لا في الاحتلال الذي قام بقتل هذا الابن. هذا أولا. ثانيا، عكس مخرجات الثقافة الغربية على مجتمعاتنا، كأننا يجب أن نحزن أو نفرح وفقا للصيغ الغربية ونعيش وفق قيمها وشكل العلاقات الاجتماعية والعاطفية التي صاغتها عبر تجربتها الخاصة. نعم. وليس وفق موقعنا التاريخي كشعب يرزح تحت الاحتلال ومطلوب منه أن يتحرر بكافة أشكال المقاومة. للعلم، أمهاتنا يبكين عندما يزغردنا في أعراس شهاداتنا. نعم. ويفرحنا لأننا هزمنا
نيكروبوليتكس الاحتلال، أثبتنا للاحتلال أنه عاجز عن تقرير مصيرنا في الموت. اسمح لي ناصر بالعودة لأحمد غانم ونسأل تحية لجميع الأمهات الفلسطينيات وجميع الأمهات في جميع أنحاء العالم. أحمد غانم، ما هي أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسيرات داخل سجون الاحتلال والأمهات أيضا داخل الأسر؟ أولا محمد، عمليات الاعتقال التي توصف بأنها الأشنع، يعني حين تقتحم المنازل مع الكلاب البوليسية وقوات كبيرة من قوات القمع يعتقلون الأسيرات الفلسطينيات بشكل مريع. ثانيا الأحكام الطويلة حتى 12 عاما لأمهات فلسطينيات لهن أبناء خارج السجون الإسرائيلية. ثالثا إسرائيل تحرم الأسيرات الفلسطينيات من الزيارة، حتى من يسمح لهن من الزيارة يحرم محمد من احتضان أبنائهن وتجبر على لقاء أبنائها من خلف طبعا حاجز زجاجي، وأيضا بهاتف سماعة معطل لا تسمع الأم الفلسطينية أو الأسيرة الفلسطينية صوت ابنها طبعا، وهذا بكل تأكيد مقصود. أيضا محمد، عمليات العزل الانفرادي، العزل الانفرادي للأسيرات، هناك أسيرة عزلت لأكثر من عام وهي طبعا تدعى شذوة حماد، عزلت لأكثر من عام حتى اللحظة إسرائيل تجدد عزلها الانفرادي. يعني عمليات الإهمال الطبي المتعمد في السجون، هناك عمليات طبي يقصد بها ترك الأسيرات لخطر المرض أو الموت. وأيضا سجلت وزارة الأسرة وفاة أسيرة فلسطينية في 68 من عمرها، كما جرى مع يعني مع الشهيدة سعدية فرج الله من الخليل، استشهدت في عام 2000 هي أم لثمانية أطفال. طبعا ناهيك عن منع الاتصال الأسيرات بأبنائهن والتفتيش العاري، عمليات الاقتحام قوات المتسادة وقوات القمع لأقسام الأسيرات في السجون، وعمليات التفتيش وأيضا سحب أغراض الكانتينة من الأسيرات، هذه كلها محاولات. أحمد، نحن لا نفتح الهواء ساعات لا نغطي 1% ربما من تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لكن هذا ما يسمح به الوقت. شكرا جزيلا لكم أحمد غانم، رضا الباشا وناصر أبو نصار. مشاهدينا، فاصل ونحلل بعده قضية اليوم. حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنجو من سحب الثقة بها في البرلمان، فهل تسقط في الشارع؟ السؤال المقلق يتخذ أبعادا جادة بعد موجة احتجاجات عنيفة وغير مسبوقة سادت العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، وتتواصل إلى يوم الخميس موعد الاحتجاج الكبير المقرر لتحدي حكومة ماكرون وللشروع في أسلوب جديد من التظاهرات وسط انسداد الأفق السياسي وتراجع الخيارات أمام الرئيس الفرنسي. نجت الحكومة الفرنسية من سحب الثقة في البرلمان، لكنها لم تنجو من سحب ثقة الشارع الذي انفجر بعد لحظات من جلسة برلمانية عاصفة استخدمت فيها الخطابات النارية بين مجموعات المعارضة والنواب المؤيدين لإيمانويل ماكرون. غليان الشارع ردا على التبني النهائي لإصلاح التقاعد والذي شهد معارك من حي إلى حي في باريس أمس تبرره القطيعة بين النقابات والمعارضة السياسية والحكومة، قطيعة على أعتاب الطلاق كما يرى زعيم فرنسا غير الخاضعة جان لوك ميلانشون بعد فرض إصلاح التقاعد برغم رفضه من قبل نحو 70% من الفرنسيين. التطورات المتلاحقة في فرنسا وضعت النظام والمعارضة في طريق مسدود، فيما الحوار مقطوع بين الطرفين، ما ينذر بتحول الغضب والتوتر إلى مواجهة شاملة
لا سيما مع الدعوات المتقاطعة إلى تحويل موعد الخميس المقبل إلى يوم كسر القواعد بحسب مسؤولين نقابيين، أخذا بعين الحسبان محاولات متظاهرين أمس مهاجمة قصر الإليزي ومقرات حكومية وإصدار تصريحات عن نقابيين وممثلي طلاب بأن عهد التظاهر السلمي انتهى. بهذا المعنى يواجه الرئيس ماكرون تحديا جديا ومسؤولية مضاعفة. الخيارات المتاحة أمامه قليلة بعد تراجع شعبيته بمعدلات مقلقة وانتقادات حلفائه لسوء إدارته للأزمة. فهل يواصل سيد الإليزي الذي سيتوجه بخطاب إلى الأمة سياسة المواجهة بكل ما لها من تداعيات خطرة؟ أم يقرر تغييرا حكوميا يهدئ النفوس؟ أم يلجأ إلى حل البرلمان؟ في مطلق الأحوال لم يعد أي من هذه الخيارات صالحا لإخراج فرنسا من أزمتها المعقدة، في حين تقاطع نتائج فشل الليبرالية في استنفاد الاقتصاد والمجتمع مع كارثة التورط بحرب أوكرانيا. نبدأ بمحلل الميادين للشؤون العربية والأوروبية عماد خياط، هل ما حصل يمكن أن يعتبر انتصارا سياسيا لحكومة الرئيس ماكرون في قضية قانون التقاعد؟ تحياتي محمد والزملاء والمشاهدين. إذا كان البعض يعتبره انتصارا فهو انتصار بطعم مر جدا جدا. أن إليزابيث بورن رئيسة الحكومة التي نجحت في أن تتجاوز طرحين للثقة بحكومتها خرجت ضعيفة جدا من هذا التصويت الذي يشبه إلى حد ما استفتاء برلمانيا على أدائها وعلى المشروع الذي تمثله ويقف خلفه الرئيس إيمانويل ماكرون الذي بدوره تلقى صفعة من خلال هذا التصويت أو طرح المشروعين ونجاح أحد المشروعين بالحصول على 278 صوتا. يعني لو نجح الذين قدموا المشروع وهي مجموعة متنوعة من البرلمانيين بالحصول على أصوات 9 فقط من النواب لكانت فرنسا أمام مشهد سياسي جديد، لكانت الحكومة قد سقطت. عندما تخرج الحكومة بهذه النتيجة فهذا يعني أيضا أن ثمة إشكالية في مكان ما يتوجب عليها أن تعالجها. لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر بالحكم عبر المراسيم في حين أن ممثلي الشعب الموجودين تحت قبة الجمعية الوطنية لا يمكنهم الإدلاء أو التعليق أو حتى يعني إعطاء موقفهم من قضايا ملحة وتهم وتلامس حياة المواطن الفرنسي العادي. من هنا يمكن القول إنها صفعة كبيرة ويتوجب على الحكومة الفرنسية أن تواجهها وأن تتعامل معها ومع تداعياتها على الساحة الداخلية. نسأل موسى سرور مراسل الميادين في لندن، ما تعيش فرنسا اليوم وأيضا ما تعيش بريطانيا مع وجود اختلاف في الأسباب التفصيلية، لكن هل بريطانيا تبدو أفضل حالا؟ يعني تماما هي لا يعني لا تختلف كثيرا عن الأوضاع في فرنسا وفي عموم أوروبا. فالأزمة المعيشية تستنزف شعبية حزب المحافظين الحاكم بسبب التضخم الذي تعيشه البلاد، بسبب الإضرابات التي تعم البلاد من مختلف القطاعات الإنتاجية نتيجة ارتفاع أسعار أو تكلفة المعيشية في بريطانيا. يعني قبل يومين عند إعلان وزير الخزانة جيرمي هانت عن موازنته العامة لم تنل هذه الموازنة رضا النقابات العمالية والأحزاب المعارضة. يعني في يوم إعلان هذه الموازنة التي تريد من خلالها حكومة المحافظين أن تصحح الوضع الاقتصادي، أن يعني تنشر نوع من الاستقرار في الأسواق المالية، خرج إلى الشارع عشرات الآلاف، يعني 150 ألف من موظفي الخدمة المدنية كانوا مضربين في هذا اليوم، إضافة إلى حوالي 36 ألف من المعلمين و10 ألاف من عمال سكك الحديد، بالإضافة إلى بعض النقابات الأخرى. هذا يدل بشكل واضح على أن المسار الذي تسلكه حكومة المحافظين في معالجة الأزمة الاقتصادية نتيجة تدخلاتها لسيما في الحرب الأوكرانية هذا يفاقم من الوضع الاقتصادي وهذا يستنزف من الخزينة العامة وبالتالي من دفعي الضرائب. محلل الميادين للشؤون الإقليمية والثقافية سليم بوزيدي، ما يحصل اليوم سواء في فرنسا أو في دول أوروبية أخرى، هذه الأزمات المتتالية كيف ستنعكس على العرب الذين يعيشون في تلك البلدان؟
كلاجئين تحديدا؟ ربما كمهاجرين أكثر منها كلاجئين، لأن الغالبية العظمى زميلي محمد في المتواجدين تحديدا من شمال إفريقيا هم مهاجرين. وهنا يجب أن نشير إلى أن موجات الهجرة محمد، أولا هناك هجرات مليونية، نتحدث هنا على فترة ابتداء من الخمسينيات من القرن الماضي وصولا إلى على الأقل الثمانينات والتسعينات، كانت الدول شمال إفريقيا تحديدا الجزائر المغرب وتونس هي مصدر لليد العاملة الرخيصة وأيضا اليد العاملة المتميزة، نتكلم على مثلا سلك الأطباء. وبالتالي أزمة صندوق التقاعد أو أزمة الحالية في فرنسا يمكن أن نلخصها في أربع عناصر: عنصرا معنيا بموضوع صندوق التقاعد مباشرة، وعنصرا آخر بالشق السياسي لهذه الأزمة. أولا صندوق التقاعد في فرنسا محمد هو معني به حوالي، نتكلم على الملايين من العمال الذين ذهبوا لفرنسا وعادوا إلى بلدانهم الأصلية هنا في الجزائر أو في المغرب أو في تونس، يتقاضون معاشاتهم من هذا الصندوق. وبالتالي أي هزة مهما كانت بسيطة تمس هذا الصندوق هي تمس الدخل الصغير والمحدود لهؤلاء العمال الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية وأيضا العمال العرب المتواجدين في فرنسا. ثانيا أن هذا الصندوق تحديدا وهذه الأزمة تفتح قوس إلى أن العنصرية المقيتة والظلم القاسي جدا الذي يتعرض له العمال من الخارج فرنسا، هذا الصندوق يمارس عنصرية فجة وظلم قاسي وواضح، ولا توجد نقابات للعمال. وبالتالي هم ليس فقط الأزمة الحالية، هم لديهم أيضا مشكلة أخرى. ثالث النقطة هي المهمة، أن مع ارتفاع الشق الأزمة السياسية تتزايد الخطابات العنصرية، وبالتالي ستكون الضحية هي المهاجرين العرب في الدول. بالعودة لعماد خياط، بعد أن اجتازت الحكومة قضية سحب الثقة لكنها بقيت بمواجهة الشارع، وهناك دعوات لأن يكون يوم الخميس هو يوم غضب، كيف سيبدو المشهد؟ هل يمكن للشارع أن يسقط الحكومة؟ بالتأكيد يمكن له أن يسقط الحكومة إذا ما استمر الزخم الموجود على ما هو عليه، خصوصا وأن تمرير المشروع بهذا الأسلوب من قبل حكومة إليزابيث بورن داخل الجمعية الوطنية صعد من الأزمة وزاد من حدتها، خصوصا من قبل كثيرين، حتى وهو ما لاحظناه في التظاهرات والتجمعات العفوية التي انعقدت هنا وهناك للتنديد بهذا الإجراء، وأيضا حصول صدامات لأن الشعب الفرنسي حتى الآن أو أغلبية الشعب الفرنسي تعارض قانون الإصلاح، إصلاح نظام التقاعد، لكن صوتها لم يؤخذ في الاعتبار من قبل رئيس الدولة ومن قبل حكومته. وبالتالي الشارع اليوم معطوفا على تماسك النقابات العمالية في خطوة غير معهودة أصلا في فرنسا من قبل جميع النقابات التي توحدت خلف راية واحدة هي إسقاط هذا النظام التقاعد، إضافة إلى أن قوى سياسية فاعلة مثل اليسار الراديكالي وأيضا التجمع الوطني بزعمة مارين لوبان وأيضا شخصيات أيضا قريبة أو محسوبة أو على الأقل يعني تماشي حزب ماكرون في بعض توجهاته داخل الجمعية الوطنية، تحدثنا عن حزب الجمهوريين الذين صوت 19 من أصل 61 نائبا إلى جانب حجب الثقة رغم قرار رئيس الحزب إريك شوتي بعدم التصويت إلى جانب حجب الثقة يعني بالامتناع، ولكنه مع ذلك دخلوا على الخط. وبالتالي هذه الأصوات تعكس أولا انقساما متزايدا على الساحة السياسية، تقاربا أكبر من قبل مجموعات سياسية كانت تعيش أو موجودة إلى حد ما في منطقة ضبابية حيادية مثل الحزب الجمهوريين. وبالتالي يوم الخميس قد يكون يوما فاصلا وربما يؤسس أيضا لتحركات أخرى. هناك فقط لمحة صغيرة أن ثمة مسعى من أجل طرح الموضوع على المجلس الدستوري للحصول على رأيه وتأييده لإجراء استفتاء بما يمكن له أن يسقط هذا النظام لاحقا. موسى سرور، ما نشاهده في فرنسا، ما نشاهده في بريطانيا، ما هي الخيارات لدى الغرب لمواجهة هذه الأزمات المتتالية؟ وهل يمكن للشارع في بريطانيا أن يسقط أيضا حكومة المحافظين؟ نعم، يعني الخيار الوحيد أمام حكومات الدول الغربية هو الاستماع والإنصات إلى الشارع في هذه الدول. على سبيل المثال هنا في المملكة المتحدة خرج عشرات الآلاف
من المواطنين قبل أسبوعين تقريبا للمطالبة بعدم التدخل في الحرب الأوكرانية. هناك خوف يعم الدول الغربية من أن تتطور هذه الحرب وبالتالي تصبح حرب نووية باستخدام الأسلحة النووية. هناك خوف إضافة إلى تفاقم الأزمة المعيشية وما تؤثره هذه الحرب على المواطنين الأوروبيين. هناك خوف أيضا يعني من تصاعد هذه الحرب واستخدام الأسلحة النووية. أما فيما يتعلق بإسقاط هذه الحكومة لا يمكن يعني الشارع يضغط، ولكن بحسب اللعبة السياسية هنا في المملكة المتحدة لابد أن تسقط في البرلمان. هذا ربما قد تكون من خلال الضغط التي يمارس على النواب، وبالتالي هذا هؤلاء النواب يسقطون يعني يحجبون الثقة عن الحكومة، وبالتالي من خلال هذا المسار الديمقراطي تسقط الحكومة. ولكن لم يحصل قط أن سقطت الحكومة من خلال الضغط الشارع بشكل مباشر. سليم بوزيدي، هذا النموذج الغربي الذي يتداعى في الكثير من الدول، هل يمكن أن يعتبر مؤشرا لدى الكثير من الدول العربية في أن تجد بدائل، خصوصا هنا الحديث شرقا عن روسيا عن الصين؟ من الناحية السياسية والجيوسياسية هذا الكلام صحيح محمد، ونحن نشهد هذه التحولات الكبرى على الأقل في مستوى التوجهات الكبرى للدول العربية. قد نقول كل الدول العربية، وهي قد نكون نحن في بداية التحول الكبير، لكن لنكون صريحين أكثر فيما يتعلق بالجانب الديموغرافي والاجتماعي والإنساني، خاصة لما يتعلق بضفتي المتوسط الجنوبي والشمالي، الموضوع هو أكثر تعقيدا من تحولات جيوسياسية. لماذا؟ مثلا عندما نتكلم عن الجالية المغاربية، نحن نتكلم على جالية مليونية. الجزائر فقط زميلي محمد تحصي حوالي من خمسة إلى ستة مليون جزائري مقيم على الأراضي الفرنسية، وبالتالي نحن لا نتكلم على جالية، نحن نتكلم على قوة انتخابية، قوة سياسية، وبالتالي صعب جدا التغيير التوجهات الكبرى للثقافة العمالية، وأيضا حتى هناك ترابط تاريخي بين الجزائر وفرنسا، وبالتالي التحول في الشق السياسي أو الاقتصادي أو حتى العسكري هو لا يعني أن سيتم نقل هذه الجالية إلى دولة أخرى، لكن ما يفيدنا هنا أن هذه الجالية للأسف الشديد محمد كلما صعدت أزمة سياسية في فرنسا إلا كانت الوقود الأول والأخطر لهذه الأزمة هي الجالية العربية في فرنسا. وهناك أيضا انعكاسات على الدول العربية سنسألك عنها بعد قليل، لكن بالعودة لعماد خياط ونسأل ما يجري اليوم في فرنسا. هو هذا المشروع قديم حتى قبل الحرب في أوكرانيا، والآن يبدو في طريقه إلى أن ينجز، لكنه يشغل الرئيس ماكرون، بالتالي إشغال الحكومة الفرنسية بهذه المشاكل الداخلية إلى أي حد سينعكس على صورة ماكرون دوليا؟ سينعكس بلا شك، أنه يقود دولة يسودها تشرذم سياسي وعجز وعدم استقرار اجتماعي، وبالتالي هذه الصورة التي يعني ترسو عند في أذهان الكثيرين في الخارج قد تحبط أيضا بعض المساعي أو التحركات التي يمكن لفرنسا أن تقوم بها، أنه باعتبار أنها تقدم صورة غير صحية إذا كان لنا أن نستخدم هذا التعبير عندما نتحدث عن المسار الديمقراطي. هي دولة ديمقراطية تقدم نفسها كذلك، وتقدم الكثير من الدروس هنا وهناك لمن يرغب ومن لما لا يرغب. وبالتالي عندما نتحدث هنا عن المسار الديمقراطي نرى أنها تحاول أن تفرض قسرا بعض القرارات. بالتالي من ينظر إلى فرنسا من الخارج بالتأكيد سيتعامل مع ماكرون باعتباره رجلا يتعامل، أو يعني لا أريد أن نتحدث عن ديكتاتورية، ولكن أنه يفرض عبر الدستور بعض القرارات التي لا تلقى تجاوبا شعبيا. هذا من جهة. نعم. من جهة أخرى هناك نقطة تتعلق أيضا بالانشغال الخارجي لإيمانويل ماكرون. اليوم يبدو أن عليه أن يعطي وقتا ربما أكثر للداخل، لأنه الساحة مشرذمة وتحتاج إلى جمع. هو بدأ بإجراء بعض الاتصالات، يلتقي مواطني أو سيخاطب مواطني غدا الأربعاء في محاولة ربما لإقناعهم بجدوى هذه الخطوة التي لا تلقى أي آذان صاغية، وبالتالي قد ترتد عليه وعلى صورته في الخارج. موسى سرور، ما جرى في فرنسا اجتياز الحكومة لسحب الثقة بهذا الشكل، هل يمكن أن يعطي دافعا لحكومات غربية مثلا الحكومة البريطانية لاتخاذ قرارات قاسية؟ لا أعتقد هنا في بريطانيا حكومة ريشي سوناك تريد أن تستفيد من هذا، يعني هذه ما يحصل في فرنسا. هي
أعتقد أنها بحاجة إلى تحسين أدائها لكسب المزيد من التأييد الشعبي. بحسب استطلاعات الرأي هي أقل بعشرين نقطة من حزب العمال، وبالتالي هي تحاول لملمة صفوف حزب المحافظين من أجل خوض الانتخابات المقبلة، وبالتالي هي تسعى لتحسين أدائها. هناك الكثير من الأزمات التي ربما إذا اجتازتها حكومة سوناك ربما هذا الأمر قد يخولها للفوز في الانتخابات المقبلة. أزمة الإيرلندية، اليوم كان هناك قرار من الوحدويين بأنهم لن يقبلون باتفاقية التي أجراها ريشي سوناك مع الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذا الأمر قد يؤدي إلى رفض اليمين المعروف باسم مركز الأبحاث داخل حزب المحافظين الذي هو مؤلف من مجموعة برلمانية تفوق 100 برلماني، وبالتالي هذا سيشكل أزمة كبيرة لحكومة سوناك. المسألة الثانية وهي الفضائح التي تطال حكومة المحافظين، غدا سيتم استجواب بوريس جونسون عن تضليلها للبرلمان بشأن الحفلات. أعتقد أن هذه الفضائح وهذه الأزمات ربما قد تربك أكثر حكومة سوناك، وبالتالي هو سيسعى أكثر إلى إرضاء الشعب البريطاني من أجل تحسين من أجل الحصول على المزيد من التأييد الشعبي. اسمح لي في الدقيقة الأخيرة أن نسأل سليم بوزيدي، أزمة الغرب تحديدا أزمة فرنسا كيف يمكن أن تنعكس على الدول العربية وتحديدا دول شمال أفريقيا المغرب العربي؟ لنكن صريحين ونبقى في فرنسا تحديدا على الأقل فيما تتيحه هذه الدقيقة. أولا فرنسا لها علاقات تأثير وتأثر كبير جدا على الأقل مع أربع دول عربية، ثلاث دول مغاربية ولبنان، الجزائر، تونس والمغرب، إضافة إلى لبنان. هذه الدول متشابكة في علاقات متداخلة مع فرنسا، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحمال أي أزمة سياسية، وهي الآن بحسب ما قيل اليوم بعض التحليلات أن في ذلك من الخميس المقبل قد تكون فرنسا تدخل في أزمة سياسية حادة، وبالتالي هذه الأزمة بعيدا عن موضوع العنصرية وصعود الخطاب اليميني الشعبوي المتطرف، كل الأزمات السياسية في فرنسا يتم التعبير عنها أو تصديرها إلى خلافات أو تداخلات في العلاقات مع الدول العربية، وبالتالي أكيد أن الدول العربية تتأثر بما يحدث في فرنسا لسبب بسيط، أن هذه الدول تاريخية لديها علاقات مركبة. هل هذه العلاقات من حيث التصور للعلاقة مع فرنسا يجري الآن إعادة بناء علاقات جديدة؟ مثلا هنا في الجزائر يتم ترتيب العلاقة بشكل علاقة عادة رابح رابح، أيضا بالنسبة لتونس وكذلك بالنسبة للمغرب، لكن هذه العلاقة لا يتم تجديدها وترتيبها بين عشية وضحاها. ستبقى فرنسا لاعب مؤثر كبير جدا في الفضاء المتوسطي، وأيضا لاعب مؤثر في الساحل الأفريقي، ولاعب مؤثر في الدول العربية ليس لجهة السلب والإيجاب، ولكن معنيون بما يحدث في فرنسا، لأن لدينا الملايين من الجزائريين ومن المهاجرين من شمال أفريقيا ومن الدول المغاربة، وبالتالي أي تأثير على هذه الجالية هو يؤثر مباشرة على هذه الدول العربية. شكرا جزيلا لكم سليم بوزيدي، موسى سرور وعماد خياط. الشكر موصول لكم مشاهدينا. التحليلية انتهت، في أمان الله.